قصدك من شان موضوعي أنا وأبوك؟ قصدي موضوعك أنت ويامين. يامين ابن لولو خانو. صدمتك؟ ليش لأنصدم؟ يعني هيك حسيت. شو بو يامين؟ أنا عم بسألك، شو في بينك وبينه؟ يا عيب الشوم عليك. انت وياه من كام يوم كنتوا عم تتعشوا سوا، ما حدا قال لي، انا شفتكن، وانا ما حبيت اقول لابي ولا قلت لحدا من اخواتي. قلت خليني افهم منك بالاول. ويوم اللي كنت قاعده انت ونورمان وربيع والولاد واخدتك على جنب لحتى احكي معك حديث خاص، هذا كان الحديث الخاص. بس أنا استحيت منك وغيرت الموضوع. بس بعرس مؤيد من كتر ما كان عم يتطلع فيك وتطلع فيه ما عاد فيني اسكت. مو صحيح هالحكي. ماما يامين ما شال عيونه عنك. بيعتبرني مثل أمه. مدام بيعتبرك مثل أمه، ليش ما كان عم يتطلع بأمه؟ هلا انت شو اللي بدك اياه؟ بدي اعرف ليش لحتى تطلعي تتعشي معه؟ كم مره صاركم عم تطلعوا سوا؟ هاي المره الوحيده ما في غيرها. افرضي بابا شافك. حتى لو شافني انا ما عم بعمل شيء غلط. ما عم تعملي شيء غلط؟ طبعا. واذا بدك تقول لابوك ولاخواتك قول لهم. طيب فهميني. شو بدي فهمك؟ اذا امه بتعرف اني طالعه اتعشى انا وياه كمان؟ فؤاد! طيب أمه ليش ما كانت معكم؟ ليش ما طلعت معكم على المطعم؟ لأنه أساس الجلسة اللي بيني وبينه ما لازم أمه تكون موجودة معنا. عربي لي يا هاي، ما فهمتها. لولو خانم طلبت مني أني أعزمه على العشاء منشان أحكي معه لحالنا بدون ما هي تكون موجودة. تحكي معه بشو؟ يا من الصاير عم يعذب أمه كتير، مصروفه زيادة ورفقته مو مناح، عم يطلعوا يسهروا برا كتير. بحكم صحبتي مع أمه لأنه ابنها بيحترمني طلبت مني أني أنصحه. هذا اللي صار. لا والله مو هذا اللي صار. غيره شو بتحب تعرف؟ بدي أعرف قبل النصيحة ولا لا؟ قبلها هيك وعدني. ونظراته إليك بالعرس لك عيونه كانت عم تاكلك اكل. هلا هو بيرضى حدا يتطلع بامه هيك؟ بدك تساله؟ لا بدي اسالك. انا ابدا ما لاحظت انه عم يتطلع. بعدين حتى لو كان عم يتطلع فنظراته بريئه. بريئه يا شكاك. لوين رايحه؟ لعند لولو خانو؟ استاذ عيمان، بتصور نحن رجال أعمال وبنفهم على بعضنا منيح. يعني أنا ممكن أتفهم إنه حضرتك بدك تلجأ بموضوع العقد للمحكمة، وسوسن ما عنده مانع بالمناسبة، بس يعني المحاكم حبلها طويل، وهذا الموضوع رح يكون ضار بالنسبة إلك أكثر ما رح يكون ضار بالنسبة إلها، لأنه هي مساهمة بمبلغ بسيط من مجمل العقد أو من مجمل الشراكة. يا سيدي ما رح تفرق، طالما بدها تفسخ العقد خليها تدفع الشرط الجزائي اللي فيه. يعني قصدك مبلغ المليون ونص العطل وضرر من مجمل المبلغ؟ اي نعم يا سيدي. وهي موافقة؟ لا معلش انا اللي رح ادفع المبلغ. مو مشكلة مين بده يدفع، مشكلة انه ماله حق. اسمحي أنسي سوسان؟ لو سمحتي. على إذنكم. أنسي سوسان، أنا قريت بنود العقد بتمعهم. إذا المحكمة تولت القضية فهو اللي راح يربح من أنت. أنا آسف إنه الأمور وصلت بيناتكم لهالمواصيل. كتر الله خيرك. ما وصلت بسببك.
لا عفوا استاذ عماد، انا شو دخلني؟ ومبلغ المليون ونصف اللي بده يخصمن عليكي سامر بيك مصر هو اللي يدفعهم، لانه هو اللي اقنعك تفسخي العقد. ايه بس يا انسي سوسم، بعتقد استاذ عماد صار فينا هلا نوقع الشيء. مو لنسمع راي صاحبة الشأن بالاول؟ هاي ليك يا صاحبة الشأن، تفضلي سمعي رايك للاستاذ عماد اذا بتريد. تفضل سيد عماد، اكتب الشيك وخصوم المليون ونص. وقع على عقد فض الشراكة. لا يا ريت بالاول توقع لنا على الشيك وهي فورا بعدها بتوقع لك على العقد. يعني لو كنتي قاعدة لحالك بالديسكو كانت الشرطة اخذتك وصارت تفتحلك الجلاجة. يا ستي الله سترنا، ان شاء الله يكون هالدرس كافي. كافي وبس. وحياتي يعني كمان اليوم ورايح الديسكو بالنسبة إلي بح. لك وحتى لو بده يتخلى عن الديسكو كرمال يوم بكره بتشوفي. يعني هو كمان حابب؟ هي طاير عقله فيني. دخلك هو شو بيشتغل؟ يا ستي هو عنده محل وعم فكر انه اليوم المساء روح لعنده وشوف المحل تبعه. لولو ام يامين كانت معهم بالمطعم. ايه ما شفناها؟ لانه وقت فتنا على المطعم كانت الخانهم بالحمام، مشان هيك شفناهم قاعدين لحالهم. وانا قلت هيك لحالي اول ما شفتهم، لذلك اكدت منيح على الطاوله. ما شفت غير صحنين، صحن قدام امك وصحن قدام يامي. طيب بركي ما بدها تاكل، بركي ما انا جوعانه. طيب طيب، ليش هيك انت ترك؟ لانك بالزور بدك تقولي انه في علاقه بيناتهم. يا سيدي ما في علاقه بيناتهم، خلص قيمنا من سيرتهم. هلا المهم، ليش متغير من ناحي؟ ما اشتقت لي؟ انا متغير؟ الو خير، شوفي شو هالحكي. طيب طيب انا رح اجيب دكتور واجي على البيت. مع السلامه. شوفي اخي ربيع واقع بجنينه وكاسر رجله. بس كاني سمعت صوت وحده على الموبايل. مين هاي؟ مين يعني؟ اختي نورمان خاطرك. اهلين. مساء الخير خالي، جبت الدكتوره معي. أهلين وسهلين، أهلين أهلين. مساء الخير. المريضة جوا، وضل يسار. مرحبا. سلام. خير مرت عمي، شو صاير معها؟ حرارة ومغص وسهال شديد. قديش عم تصير حرارتها؟ بتكون 39، فجأة تنزل لل 37، بس وجع راس ما عم يهدى بالمرة. طيب ممكن تتركوني مع شوي؟ حاضر، تفضلي دكتورة. تفضلي. هذا تحليل الدم كله، بتعملي اياه بكرة، ولازم يكون التحليل على الريق، 10 ساعات ما بتكون حاطة بطنها شيء. يا ترى شبني ليش هيك قلب وشها للدكتورة؟ طيب عفوا دكتورة، هي شو معها؟ على ضوء نتيجة التحليل بنعرف شو معها، وان شاء الله يكون الامر بسيط. ان شاء الله. والله مو مبين بسيط يا دكتورة. ليه غير كثر التحاليل خالي؟ انا بس بدي اطمن انه ما عندها شيء زايد او ناقص. وانا بفضل يا سيد فؤاد تحلل بالمخبر اللي كتبت لك اسمه، لانه جايب اجهزه جديده واحتمال الخطا 1%. هلا بتسمحوا لي؟ الله معك. الله معك، شكرا لك دكتوره. شوفي حبيبه قلبي، من هلا للصبح ما بده شيء، بكرة الصبح بتروحي بتحللي الدم. شوفي شو طلع معي. ما معك شيء، ما في داعي للخوف، هي التحاليل ضرورية مشان تطمن الدكتورة، وأنا بكرة الصبح بمر لعندك مشان أخذك على المخبر.
سلامتك يا اختي. سلامتك يا حبيبي. يلا على اذنك خالي. الله معك يا ابني، غلبناك معنا.